أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام بكل خير في عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران. برنامجنا اليوم حيكون إن شاء الله آخر عدد قبل حلول الشهر الفضيل، وحنقولكم كذلك أنه حنرافقوكم خلال شهر رمضان ببرنامج ما وراء الجدران، رح يجيكم إن شاء الله بحلة جديدة. نقولكم كذلك أنه في سهرتنا اليوم حتكون متابعة القضية خاصة، قضية صدمت الرأي العام ككل وبلغت نسبة المشاهدة في اليوتيوب 1,000,000 مشاهدة في ظرف قياسي. نقولكم أن اليوم حتكون قضية أو متابعة القضية الطابلة. نروح ونرحب قبل كل هذا بالأستاذ عبد الحفيظ كرتال. أهلا بك أستاذ، مرحبا بك معنا في البرنامج. وشيخ شمس الدين أهلا بك. أهلا وسهلا. مشاهدينا، قلنا قضية الطابلة، قضية مهدي اللي حضر هنا البرنامج اتهم زوجته بخيانته مع شخص آخر عثر عليه تحت الطابلة كما قال هو. الزوجة راهي حاضرة معنا في البرنامج، رفقت إن صح التعبير عشيقها اللي كذلك جاوا هنا البرنامج ما وراء الجدران باش لإماطة لثام على كثير من التفاصيل، راح نقسموكم أكيد بهذه التفاصيل أكيد. ونقول لكم كذلك أن الزوجة اختارت اسم آخر، طلبت منا ناديوها إيمان، وكذلك لو حاضر معنا في البرنامج اختار اسم علي. نرحب بكم معنا في البرنامج إيمان وعلي. نبدأ معك إيمان، نروح نشوفوا هذا التقرير اللي أعدته إيمان جوادي. نذكروك ونذكروا كذلك المشاهدين بهذه القضية الصادمة، بعدها نواصلوا. نكتشف راجل متخبي تحت الطاولة، لأنه هذاك الرجل كان في علاقة غرامية محرمة مع زوجته اللي كانت تخونه معاه. أنا رحت في التوانسيري من قاع رجلين سيدي بلحفة برميدة، وقف معايا هي تعنكشت فيها من اللور، هو وقف وبدات تضرب ونضرب. هذه امرأة خائنة، هذه ما تسواش فلس. يعني هي استعرفت في التيفي على بوليس، اعترفت بالجرم، اعترفت بالجرم وانها على علاقة بالانسان هذا. كل هذا الشيء اللي وقع الان هم طلقاء، يعني افلتوا من العقاب ويضحكون، رغم يضحكوا على هل هناك دولة ام لا. يعني هاي الكارثة والراهي. يعني طفل ولا يقول لي كاع واش كان يشوف، يعني المرأة هذه كانت تمارس الامور هذوك قدامه. هذا شكون هذا؟ جن؟ كيف البراءة؟ وشنو براءة؟ هذا انسان دخل لبيتك وكلا الكسكس وشاف التلفزيون ثم ارتكب ما يغضب الله وتخبى تحت الطابلة، ولما فقت له زاد ضربك شوه لك وجهك كله. هذا الانسان يعني متعود يدخل داري عادي هكذا كانها داره. يعني ماشي اول مرة وقع هذا الانسان برا يمشي باسمي، يقول لهم انا نسيب مهدي. والكارثة اللي عندها شيخ انه بعد ما وقع موقع الان سنفاجئ السادة المشاهدين انه انها تطلب الرجوع وتطلب النفقة. انا هذه المرة راح تلقى بالثلاث آلاف. انتهت القصة. الرسائل هذه، هذه المرة هذه ما عندهاش علاقة غير مع الانسان هذا، عندها عدة علاقات. ما لو شنو بقى زيدوا كافئوه وخلصوه وديروا له منحة. ما قدرتش انا، ما قدرتش كيما سيت نجيب حقي كلاو لي حقي الاخر. إذا إيمان، أمور خطيرة، اتهامات أخطر، يتهمك زوجك بخيانته ليه في الدار، تجيبي شخص غريب المنزل يتخبى تحت الطاولة، وأمور تفاصيل كثيرة. أنت تابعتي البرنامج كذلك، هل صحيح أنك خنتي زوجك؟ ما خنتوش مادام. إذا كامل هذا واش قال الحقيقة أم كذب؟ أنا كيما كي المرأة تخون راجلها، هو يقول لك أنا كنت عايش معاها وكنت نديهم وكنت نجيبهم، كيفاش أنا حنخون وأنا طول طول معاها؟ ويقول لك انا طول طمع، كيفاش انا حنخونه؟ ولكن هو في الليل اللي يخدم في الليل، الليل ما يكونش. كيفاش يخدم لو جور؟ كان خدام في الليل، ما كانش خدام في الليل. كيفاش هو جا قال لكم تهمتني؟ دابور هذاك لو جور مام كانت الطفله مريضه، وكان هو دار بون مون فامي بوندون 40 جور. زقالو بابا قال له اروح نتلاقاو. كي زقالو بابا الغو ما حبش يجي، عيط له بليزيور فوا ما حبش يريبوندي في التليفون. وزقيت له لها يماه قالت لي ما على باليش وين راهو لو جور مام، وكاين ليستينغ دابيل. ما كاينش واش ندير، الطفله كانت مريضه، دارت انسوفيزونس ريسبيراتوار، وبنتي عندها مالفورماسيون في لي برونش، او لو بابا لي اوكورون سا. ما كاين حتى واحد لي من نزقي، نزقيت قبل دابور لدارنا، وبابا 80 سنه، الو ما كاينش كيفاش راه واحد يديبلاسي ويجي يديني انا لوبيتر وانا في البيت زوجي تاعي في شهر با. سيد معيط لو سات دو جو افون داني لو فوازان ديالي، لو نهار صارت الحادثه هذيك ما كاينش شكون يديني. زقيت له المتهم الثاني، من انا ما عنديش واش. شحال كانت الساعة كايتي له؟ المتهم الثاني كانت سيتي نافيغي دي ميكاك دو سوار. ساعة تاع الليل؟ ساعة ونص هكذا. يعني انت استنجدتي به باش دالك بنتك للمستشفى؟ اكزاكتومون. وجا هو؟
هو مع الاول قال لي انا ما نقدرش، بعد كي جا انا خرجت انا والطفله ووليدي نمشيو في الطريق باش تلاقيناه باش دانا لوبيتال. صح انت كيفاش تعرفيه وكيفاش عيطتي له وحكيت لك في التليفون وعرفتي واش على الليل ولبالك طلب؟ واش كاين علاقه بيناتكم؟ كاين علاقه قبل كان يقرا معايا، والعلاقه اللي زادت اللي عاد تولات هي كي هو كان يجي بيما جوز كونسلتاسيون عندنا في عندنا في لوبيتال. وما عرفتيش عيطي بما انك انت يعني تخمي فلوكي في المستشفى، ما عيطيش الاسعاف ربما ما يجيش يعني هو تعرفيه بحكم هذا نعرفو صح كيفاش يقولوا علاقه قديمه نعرفو صافي دوكا ديبوي 9 هكذاك 9 سنين يعني صديقك من ايام دراسه وزوجك على باله بهذا الصديق. سمحي لي دقيقه قلتي لزوجك باللي ما كاش شكون يديها واني ما صبت غير فلان نعيط له، استاذنتي منه يعني استاذنتي باش تروحي مع رجل اجنبي؟ الشيخ زوجي حاجه الاولى ما كانش يريبوندي في التليفون، زديت له على 12 تاع النهار هذاك هذيك الجمعه سبني وطفى التليفون، زقيت لها اليما وكاينين لي سبينغ دابال، قلت لها الطفله راهي مريضه دارت انسوفيزونس ريسبيراتوار، لا ازماتيك عندها مالفورماسيون في لي برونش، هو ما حبش قاعد يدبري راسك معاه. استني دقيقه، انت امراه مثقفه وممرضه تخدمي في المستشفى، تعرفي ارقام تاع الاستعجال، تعرفي ارقام تاع المستشفى، تعرفي اني متاكد لو طلبتي سياره الاسعاف راهي رايحه كانت تاتي عندك حتى البيت. ما عيط لهمش. عندك يعني شهادات كاين لي سيرتيفيكا راهم في الدوسي دفون في المحكمه العليا. نعم. زوجك هذاك النهار جا في الدار ما جاش كامل الدار. وانتيا من كاع اصدقائك علاه خيرتي هذا؟ عندك بزاف اصدقاء انتيا. علاش خيرتي هذا فقط؟ خير باسكو اون ديتو دي سيرفيس على بالي بلي ماهوش رايح يردني. يعني موافقين تعاونوا بعضكم بعض يعني. بيان سيغ شيخ. انت بالنسبه لك سؤال اخر سمحي لي باش بك عادي امراه مزوجه عندها اصدقاء. انا بوغ موا. يعني هادو صحابك وشنو مين جبتيهم؟ ايام دراسه. انا بصح قعد لي كونتاكت هذاك، ماشي صحابي بصح قعد لي كونتاكت هذاك. واش علي اصدقائك في اللغه العربيه ولا اصحابك في الدارجه؟ اسمحي لي المراه تقبل بالصداقه عندما تخاف ان يتجاوز الامر امور اخرى. يعني كما يقولوا لي زور الموت يكتفي بالحمى، هي بمعنى انت راك تبحث باش هي تعترف لك ولا تقول لك نعم كانت فيه علاقه، لا ابدا. لا لا يعني هذه نحب نفهم فقط. لا هذه هي هذه بين جزئيات ولكن هي راح تمشي لك في هذا الطرح، يعني عادي جدا. انا عمري ما شفت لانه حتى هي مثل امام المحكمه. لم تعترف امام المحكمه. هذه وقائع ترويها هي وتقبلها وقابله اننا نتقبلها واننا نرضوها. استاذي كيف نفسر اعتراف رجل انه كلا الطعام والكسكس وشاف تلفزيون في محضر رسمي؟ ذلك شيء اخر. هذا شيء اخر. الطعام اللي كليته وين كليته؟ صح انت ولكن كاين اعتراف. ليست اعترافاتي كامل وانا قلت لها تما ليست اعترافي. ما قلت لا لا سنيت بعد ما قال لي دوك نطلعك للسيلون انا خفت قال لي تسني ولخر نطلقوك قال لي ما تسنيش قال لي نطلعك للسيلون تما سنيت عند النيابه عند وكيل الجمهوريه قلت لا انا لم اعترف انا لم ارتكب اي حاجه قلت لها الاعتراف تاعي احنا كما ولكن قبل اسمح لي شيخ انا شافي مليح الملف لاني قريت المحاضر انا قريت بانه لما تقدم بالشكوى زوجها هي اعترفت قالت نعم حقيقه هذه محاضر تاع الشرطه وممضيه من طرفكم وما فيهاش ما نظنش تعرضتوا للتعذيب ولا للضغط ولا يعني بارادتكم قالت بانه حقيقه هذا الشخص عندي علاقه به غير شرعيه هي قالت هذا الشيء ثم هي اللي كشفتك انت هي اللي قالت هذا الشخص هو المدعو هو المدعو فلان بن فلان لانه الشرطه كيفاش قدروا يعرفوك هي انت قلت في المحضره تذكروا جيدا ونظن باني حفظت المحضر انت قلت بانه انا علاقه مع هذه السيده التي اعلمتني بانها مطلقه نعم قالت بانها مطلقه في ذلك اليوم وفي ذلك اليوم انت قلت بانه اتصلت بها تفير وقالت انني اشعر بالوحده لذلك انا اضطريت نروح عليها باش نحل بعض الملل لم اقل هذا لا انا شفت المحاضر تاع الشرطه اللي عندك تشوفها اذا يعني الواقعه هي لو كان ما كانش انت وما كانش حاجه تقول ما كان ولا شيء يعني ما تجيبلكش ولكن من عاده كل القضايا التي تعرض في هذا الموضوع هذه القضايا الجميع ينكر نعم يعني ما انا ما شفتش انسان يعترف لكن هو قال لك يعترف اللي قاتله مطلقه استاذ انا نقول واحد اللي دار الفعل هذا يتوجه لمركز الشرطه كيف علم بانها مطلقه فهمنا هي قاتلك باسكو كي تلاقيت انا بولي كلينيك قلت لها كيفاش واش راكي دايره فيها ولا كانت تيما في صال داتون قالت لي تزوجت وطلقت
هذه كي كنت كانت تقرا معايا في 2010 2011 وبعد تقريبا جيت لقيتها كامل حتى جوسكا 2015. وهي هذاك الوقت ما كانتش مطلقه؟ مطلقة أو قال أني مطلقك بالثلاث آلاف سنة. سنين وأنت مطلقة. كنت مطلقة. مطلقة بعد. لا لا ليس بعد. هذه ما كاش منها. ولكن كنت مطلقة 3000 سنة. ما قالش قراني. ولكن ديفيرونس. أنت وين تعرف هذه الجزئيات بينها وبين زوجها؟ أنت وين على بالك؟ أنا ما نعرف. أنا جوزيتك. أنا علاش؟ كنت تحكي معايا يما. على اسمها كي قالت لي مطلقة. تحكي عليها كأنك يعني تحكي كأنك أنت زوجها. أستاذ ماشي زوجها. أنا شفت هو معناه ظنيت بلي تكذب عليا. شغل استغلتني. باش ندي لها بنتها ولا ما باش قاتلني مطلقه كون كوا باللي ما عنديش شكون يديني معاك. استاذ هذيك المطلقه. نعم شيخ. مع زوجك مع مهدي. نعم شيخ. في لي بابي نو وداركم على بالهم باللي انت مطلقه. على بالهم باللي تلقاها. وين كنتي عايشه مع راجلك في دارو؟ نهار بابا عيط له قال له نتلاقاو في فلا نتلاقاو في دار جرع بيسك انت طلقت فلا بليزيوغ فوا وراهي ما جايتش لك وما جاتش لي بوندا كاع ما جاش جا للدار. كاين واحد المعلومه ربما مهمه كذلك. بعيني ما جاش جا للدار. انت قبل ما تزوجي بمهدي كنتي حامل. نعم مدام. وبعدها تزوج بك مهدي على اساس انه استر فضيحه. هل هذاك الجنين اللي كان في بطنك كان مع مهدي ولا مع واحد اخر؟ مع مهدي. مع مهدي. يعني هذا حيث الفضيحه ماشي تاعو معاه وهم ليكس في ليسونس تاع الدراري وهو عقد مارياج. نعم. هذا انا ما صرحتش. وكان على باله باللي حامل كنت حامل. على باله. قبل الزواج. هذا سؤال مهم. ايه انا ما صرحتيش الاهل تاعك. انا ما قلتلكش باللي كنت نخاف كان يقول لي كنت تقولي لهم ندير لك وندير لك. صح اسمحي لي من غير منطقي تتزوجوا في نوفمبر وانت جزائريه هذه وداركم ما تفسروش كيفاش الحمل هذا في ربع شهر. ما نخلينيش نروح لدارنا. وكي زيتي كيفاش انت الطفل ما شافوش ما فاقوش باللي عندك طفل. يعني انت من البدايات كما يقولها في كل مره الشيخ. النهايات على حسب البدايات. هادو الدار والراحة. احكي لنا انت كيف باش فتحت الطابلة هذه؟ دارهم هادو ما شافوش. احكي لي انت كنت على بالك بلي تزوجت معاه من قبل كانت حامل. ما بانيش انا هذه انا شو كي قالت لها تما كي وقفنا عند النيابة قالت لها يا سيدي الرئيسة قالت لها هذا طلقني ألف خطرة. وبعد انا قلت ايه سبحان الله قال انا جامي طلقتك هو هدرها كيما النيابة نشاهد قال انا جامي قلت لك راكي مطلقة. سبحان الله سما كذبت عليا باش درني بياش. لا هي قالت لا هي قالت انا مطلقة. لا هي علاش مطلقة؟ باش في المحاكمه انا نحكي القانون ماشي نحكي لك انا باش نغلط الناس ولا باش في المحاكمه تخفف عليها ما تخففش عليها باش يقولوا هذا ماهوش زوجها اجنبي اذا ما عندوش حق يشكي ما عندوش حق يحرك الدعوه هذا باش تسلك فقط. ايه معليش ولكن اللي مطلق مطلق بحكم قضائي مش مطلق بهذا انا كيتي هو كنت نقول اسمح لي استاذ كنت نقول له كي عرفت بلي انا راني محرمه عليه كنت نقول لهم نتمشاو نديروا لي ديمارش تاع ديفورس. يعني سالت انت الائمه والفقهاء. سالت بليزيوغ فوا رحت للامام انا تاع الجامع واحد ما حبش يفتي لي قال لي مادام جي بخيفيغ يجي معك راجلك. جيد هذا قال لي جي بخيفيغ يجي معك راجلك رحت للامام قال لي جي بخيفيغ رحت له انا وليدي قلت له تعيش واش تفتي لي؟ معني ماشي في عده مجالات ماشي في كيس واحد. وبعدين بلغتي لهذا باللي انت مطلقه واش دخلوا هذا؟ حكيتي له جات بينك وبين راجلك كيفاش ما نحد العفسه نخبيها؟ علاقات متوسعه يعني انت الان تروحي للامام تسقسيه على يفتي لك. نعم. وما رحتيش سالتيه في فتوى هل يجوز لك انا خطيني ديال هل يجوز لك ان تكون عندك علاقات رجاليه؟ الله يحفظك. ما سقسيه ما يهمكش الامر هذا. علاش ما يهمنيش الامر؟ يهمني الامام يفتي لك يقول لك هل يجوز لك مور زوجك تكوني تعرفي رجال وتتصلي بهم وتقولي هذو اصدقاء؟ يعني واحد ما يقبلها انت بنفسك تشوف فيه امر عادي. ماشي هادي مدام بصح كيفاش يفالي باباها هو اللي يجي يديها ما نزكيش له باباها يجي يديها راجل ما يعرفش يخدموا راجل او في الخدمه ما يقدرش يجي يديها باش يديها 40 يوم ما يقدرش يجي يشوف ولادها تتصل بالاسعاف يجوا يدوها غاب على الدار 40 يوم ومن بعد تروحي تخوني ما خنتوش اخلص ما لعناك هذا ما خنتوش قبل ما نروحوا لها علي كيفاش تفسر مهدي اتهمك انت من غير جميع الاصدقاء اللي عندها باسكو انا ضربت معاه واش لحقت باش ضربت معاه برا كان طفل وليده كان معايا تما وهو هبط برميده اللي كان يهضر عليا بصفه انا اللي كنت لابس برميده هبط برميده ولابس تريكوت بو وليده واش كان يدير معاك وليده كان معايا برا الوردونوس كان في جيبي كي رحت انا ديماريت واحد 200 متر عاود توليت عيط لها قلت لها اسمعي الوردونوس هي عندي هذاك النهار بالجمعه قلت لها الوردونوس هي عندي قلت لها دوك نعاود نجيبها لك قالت لي دوك نبعث لك الطفل كي خرج الطفل انا هبطت معاه انا عطيه له الاخر قال له بابا بابا قال له هذا كان مع ماما بصح ماشي قلتي اهمال عائلي ما حبش يجي يشوف بنته واش كان يدير في الدار باسكو زقيت لها جا دو زقيت لها لي ما خوتها الطفله راهي مريضه
قلتي لها رحت ليه السبيطار ودا على بالها كاينين ليستينغ دابيل بلي عيط له لي صح. انت قلتي بلي تليفونه طافي وما حبش كامل يجي للدار. لا يمكن هو اللي يأكد بلي كان في الدار. شكون اللي كان في الدار؟ مهدي. ما كانش في الدار. ما كانش في الدار. انت وين لقيت مهدي؟ نقول لك حاجه، كي كان في الدار هذه ما يشوفش مرته كي تخرج، ما يشوفنيش انا كي رفدتها ولا كش عارف صح. لانه كان في الدار وجا في الليل هو قال جيت عاجل الصباح. ما كاش منها هذه. اسمح لي، انت واش الساعه حطيتها في الدار رجعتها للدار؟ بالك واحد الانوري دمي هكذاك الصباح هكذاك فراش هكذاك زوج حالي عائشه. انت الشيخ سالته قلت له علاش خيرك هو انت؟ نعم. لا هي اللي خير، هي اللي قالت، هي اللي بلغت، هي اللي اتصلت بيا عند هذا الجواب عند الشرطه، هي اللي قالت على اسمه. اتصلت بيا عند الشرطه هذا الجواب، انا هو اللي دا له فيتال، قال لي ما طفلك رحت تما المحضر، المحضر الشرطه تما يا عندك. تسمح لي فقط، محضر الشرطه عندك موجودين عندك؟ ما تجيبيش لا بوليس، ما تجيبيش محضر الشرطه لانه ما يخدموكش. الحقيقه الحقيقه الموجوده انه فيه جزئيات في محضر الشرطه، كاين حوايج صغار تفاصيل ما يقدروش الشرطه يديروهم من راسهم. يعني احنا الان كل شيء يديروا انسان يقول الشرطه زادت عليا، الشرطه هذه مخدومه باش تزيد على الناس، يعني ملي يفتحوا الصباح ويزيدوا على الناس حتى يرفدوا. يعني كاين بعض الحقائق وكاين بعض المغالطات، يقدروا يقعوا اخطاء، ولكن كاين جزئيات حقيقيه ما نقدروش نهربوا منها. انت الان انا شخصيا نعتبر نفسي بانك شغل تحسبينا ما نعرفوش، ماناش عايشين في، ربما انا تاريخي المهني ربما قد عمرك، كل شيء باين، يعني كل شيء باين. انا ما ننتظرش انه اي انسان يدير حاجه روح يشوف المحاكم، روح يشوف مراكز الامن. كل الناس يجيو هما يقول لك انا مظلوم، الاب تاعو يقول لك ابني مظلوم، الام تقول لك انا بنتي مظلومه، الكل مظلوم. ولكن ماش معنى هذا انكم استفدتوا من القانون، لان القانون اعطاكم فرصه باش تفلتوا من العقاب. لانه انا عندي محاضر شرطه حقيقه، الإدانة ما تكونش بناء على محاضر شرطه، مديتي جزئيات، مديتي كل شيء. صح علاش طردوني؟ بصح اليوم المحاضر، اليوم المحاضر لا طلبوك، لانه الماده 341 ماده لم تعود تواكب الوقت. ماده 341 تتحدث على ثلاث حالات، الثلاث حالات هذه غير متوفره. ما تظنش بانك انت ديت البراءه لانه انت ما درتش، لا، لانه الادله اللي واقفه في الماده هذيك ما توفرتش. ولكن لا، هذا مش معناه انه الواقعه ما كانش منها، هذا لا يدل على ذلك. ما تظنش بلي انت قدمت ادله تاع براءه. واش قدمت ادله براءه؟ تجيب ليستوري تاع الطفله كانت مريضه، تجيب هذه ماشي بنتك، تجيب ليستوري تاع التليفون، جدول المكالمات بينك وبينها. هاي شاد هاي كاين في المجلس ما كاين حتى رسائل اتصال. لا لا ماشي نهضرش على الرسائل، ما كاينش اتصالات. كيفاش هذاك اليوم اي قول اتصلت به؟ في هذاك النهار بصح معليش، ما نقولكش انت باش تحدد العلاقه، باش تكون عندك رولاسيون تشوف من قبل. انت يا اك حاب تصور الصوره انك انت قمت بعمل خيري. لا 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 مش لا خليني نتكلم، الله يجازيك، خليني نتكلم. ما لا اذا ما قمت بعمل خيري واش درت؟ لا شيخ انا ندمت على النهار اللي تلقيت. اسمح لي دقيقه، حسب الروايه نتاعك المراه بنتها طاحت مريضه وراجلها ما حبش يجي لها الداوي، استنجدت بك انت ايها البطل المغوار وجيت وسلفت طوموبيل وجيت وديتها، جبت سيارتك وديت بنتها داويتها. يعني حسب الرواية تاعك انت قمت بعمل خيري تؤجر عليه، أليس كذلك؟ ودرتها لوجه الله، مرضاة لله، الناس هكذا، وانت زجت عليه تجري بالطفلة باش تداويها، هذه اللي تحب تقنعنا. ولكن محاضر الشرطة اعترافاتكم تدل على غير هذا، أنك انت كليت الكسكس في دارها، هي طيبت لك واعترف بما فعلت، وهي اللي دلت الشرطة عليه. اسمعني، انت كنت مجهول لا أحد يعرفك، هي قالت للشرطه باللي فلان كان عندي باش جاوا الدوم. تبع انا دخلت مرتي الشرطه قبل ما تدخل هي، دقيقه انا معاها هي. هي تسناني، انا دخلت مركز الشرطه قبل ما يدخل هي. انا شخصيا يكفيني، تكفيني محاضر الشرطه كي نقراها نعرف باللي واش تحكي انت واش يحكي هو نفس الشيء متطابقه. ولكن انا ما ننتظرش، يعني نكون نقعد معكم 100 سنه ما ننتظرش تعترفوا، لانكم عرفتوا لو سيستم كيفاش يمشي. عرفتوا السيستم هذا كيفاش نعرفوا؟ عرفتوا لا لا، عرفتوا بانه قانون العقوبات ما يعاقبش. ما قريتش ما يعاقبش، ما قريتيش، ولكن وقفتي في المحاكمه. وقفت في المحاكمه وحصلتي على البراءه، وحصلتي على البراءه، وحصلتي على البراءه. ولكن نقول لك انا، كثير من الشبهات تقول بانه الفعل تم، كثير من الشبهات تقول بانه الفعل تم، لانك انت الان حبيتي تقنعيني بان كل شيء عادي. المشكلة تتعدى ذلك، القضية قضية شرف يا سيدتي. أنا قضية شرف. أنا قلنا ألف مرة احترموا المشاهد اللي يتفرج فينا، يتفرج فينا يعطينا وقته ويعطينا اهتمام ويتبعنا، ومن بعد نزيدوا نعاودوا نكذبوا عليه ونحبوا نعتبروه كأنه غبي، لابد من احترام المشاهد. هو هذا واش دار كامل باش يسقط لي حضانة؟
وما يخلصش النفقه. اعترفت انايا اهلي باسكو سرق مع بابا يقول لك انا خلاص. قولي الاهلي ما تعرفش لان السرق عمره ما يقول انا سرق. قولي سرق هذا المثال. نعم. السرق عمره ما يقول سرق. قالت لك ما تعرفش لان السرق عاود ديالو عمره ما يقول سرق. يعني عمره ما يقول انا سرق. خلاص مال الان على مسؤولي الامن انهم يتحراو مصالح الشرطه يتحراو في الكوميساريه اللي درتي فيها شكوى في الحراش على معبد الله في الشرارده باللي راهم زادوا عليك زادوا عليكم في المحاضر قاموا يشوفوكم ربما من بعد ويعرفوا حقيقه. هلين طلبت انه مهدي يحضر معنا في البرنامج حبيت تواجهوا هنا في البلاطو احنا اكيد سعينا باش نجيبوا مهدي. ايمان اتصلت به حتى ولو اني انت ايمان رفضتي باش يجي مهدي. ايمان جوادي اتصلت مهدي يحضر معنا مهدي في البلاطو تفضل مهدي. تفضل مع الشيخ والاستاذ من فضلكم ديروا له مكان. نعم. اهلا سيدي تفضل مهدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. للمرة الثانية نرحبوا بك معنا مهدي. بلاطو ما وراء الجدران. يعني هذه القضية تاع الطابلة هذه أحدثت ضجة إعلامية نقولوا حضر معنا زوجتك اللي هي راهي تقول لي مطلقة ماهيش على ذمتك. وحضر معنا مهدي كذلك. راهم يقولوا أنه كل ما اتهمتهم به باطل. ما كانش منها وهي حكايتها عيطت له باسكو الطفلة كانت مريضة وغطوا داها السبيطار. تفضل جاوبنا. ما شاء الله يعني الطفلة هذه يعني ما عيطتش لخوها. ما عيطتش لباباها. شوف هاد الطفله هادي عيطت لي عيطت لي يما قبل ما تعيط لي ليا. عيطت لي يما قالت لها عطيني روسات تاع واحد. قالت لها يا يما راح ندير واحد الكاطو عطيني لا روسات. عطات لها لا روسات عيطت لي ليا. دقيقه ليه ملي كنتي حيدير الكاطو؟ اختي كنتي مطلقه هذاك الوقت. روح كمل. عيطت من بعد عيطت لي ليا. الو وي الو انا سون بيرمي كنت ريتريت بيرمي. راني رايحه لدارنا دوزت مع اختي فلانه ما نسمعوهاش. خويا زعف تقلق راه وداني للدار راني تما في الدار. ما قالت لي لا طفله مريضه. ما قلت لك. ما هدرتلكش على الطفله. ما قلت لك طفله لا طفله مريضه. ما قلت لك. الله يضعك سني دقيقه تفضل كمل. لا طفله مريضه هادو كاع اكاذيب. ما انا ما قالت لي لا طفله مريضه عيطت لي صح باش تشوف وين راني. اسكو نقدر نجي اسكو ما نقدرش نجي. كنت عندك 40 يوم ما جيتش الدار كنت مكومبي. صح كنت عندك 40 يوم ما جيتش الدار كنت مكومبي. ابوندونيت لي انا وداري. انا نهضر ومتيقن وكاين ناس يعني شهود اللي يقولوا لك باللي انايا ما نهملش ولادي كيما ما نقولوش. هذا الثانيه هذا الثانيه هذا الرجل يقول باللي تلاقيت به في الزنقه وهذا هجمت عليه. ماشي في الزنقه. اين وقعت داخل الدار. انا داخل المباراة تاع الاطفال تحت الطاوله. تحت الطاوله. نعم تحت الطاوله. علي عفوا مهدي هو يقول ما دخلش كاع لدارك. قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الخيانه الزوجيه كنت على بالك بلي زوجتك عندها اصدقاء بزاف واون كونتاكت معاهم في التليفون على بالك على بالك على بالك. عمري في حياتي عمري في حياتك ما عرفتش ملي غني الضوء نجيبو. انت يا خدام ليبيا انت كيف خدام ليبيا اسمح لي انت كيف خدام ليبيا هذه ما تعرفش كي شديت هذوك ميدها ما تاعك هذه يجوز لك تشدها تعبدها من بيدها. خليه يهضر يا راجل اللي هو قال لك شوف هجمت عليه في الزنقة. انا العلاقه تاعي الاولى مع هذه المراه هذه خمس سنين وانا عايش معها وهي تكذب عليا. كانت حامل قبل ما تزوجوا. كاع انا حكيت لك درتها لي جامي دو لافي. هي تعترف. جامي دو لافي. لي بابي. جامي دو لافي. كيما لي بابي. ولكن شعرت بالامانه. انت راجل تربي ولاد الناس. تربي ولاد الناس. يكذب انا في الكذب. ما نحبش انا يكذب يكذب عليها واش او يكذب او كاينه عادله انت تزوج مرت راجل عندك بلي اونسيتي تديها لداركم. ما كاينش منها خلينا ما ناكلوش واحد مية كلش من ودنه هذه ما كاينش منها كاع. لا وانت عقد زواج يعني في نوفمبر والولد زاد في مارس. انا معجزه الله. لا كيفاش فسرنا هذا مهدي؟ فسر لك انا اختي انا فتحت قبل ما نعاب. الله يرضى عليك. انا كنت عندي النبال هذه. ما فتحت قبل العقد ما فتحت ما كاينش منها شيء هذه جوستي في الروح بور المشكله ماهيش. كيفاش على بالك بعد انا شوف باسكو هذا عشت معاك. باسكو يوسف راني معاه. عشت معاه. ولا عشت معاه الحدث هذا وكذب علي حد يغرقني بشيء ما كاينش منه. لا تسمح لي شيخ انا نسالو سؤال يعني كان قالوا في الحصه اللي مضات انا نتذكر كل شيء. الجيران والناس واش قالوا لك عليه؟ يعني الانسان هذايا ملي سكنت في هذيك الدار هو يدخل ويخرج كانها المنزل تاعو
يعني حتى شهر رمضان شهر رمضان كدا انا كي كنت في رمضان ندخل نتا ويكون ورانا ريسبونسابيلتي تاعك في الدار بين روحك خيرات نتا ورا والناس كيش هادو الناس يشافوا اذا دخل في رمضان هذه حاجه اخطر سي بلو غراف انا نخاف من ربي سبحان الله العبد ما يدير لي والو ليش ما لن يفيدك بشيء لن يفيدك الا مكتب والله ولو ما نخليهش دوك نقول لك حاجه هذا اللي شافوا الجار هذا اللي كان قدامه ما عرفش يقول اسمع مهدي انا شفت انا السيد او يومين يدخل دار خوك كيفاش خو انا شبالو خو دوك انا نروح لبرا نقول لهم اسمع هذيك اختي سمعنا نبرح للغاشي كيفاش تروح الساعه تاع اللي عندنا ما عليش خلينا نتبعوا ما نتبعوا الكذاب حتى باب الدار حتى نجيبو اعطيني السبب تا وين كنت واش كلفك انت اجمد شيخ معليش خليه وين كلامك واش كلفك خليه وين كلامي اللي قال لك بلي انا كنت في الدار ويدخل ويخرج تسمى انت ما كلتش ثروة ما مؤمن ماشي ما واش كلفك هذا اللي يقول لك انا جوستي في لا لا راني كنت جاي بينه وبين مراته ما بانش كاع عام واش كلفك لا لا انا جوستي في لك ادق وعيش معاك انا عايش معاك ماشي عايش التفاصيل انا جوستي في له علاه قال لك انا هذا السيد من رمضان هو يدخل عليا اش راح يعدم كبير معليش انا هو ضرب روحه جوستي في لك وحده بوحده انا قلت لك نتبع الكذاب حتى باب الدار هذا اللي قال لك هو واش بك قال لهم باللي انا استوليت على المتهم ثاني ثم ضربته طيحته الارض قال لك جات الزوجه واش قال في المجلس قال لي انا نهضر جا في واش يسموه انا نهضر بصفتي باسكو انا حقيقة ربي علاقه قويه بيناتهم ماشي انا نهضر باسكو هو شغل مرات بلاك واش ما جاوبني كمل على الدوري تاعينهم بس قال ضربتني بزاف انا كي ضربني بزاف انا ضربتك قال انا ضربت هذا السيد شكون اللي ضربني في عندك خبيتها سالتها فيك شكون اللي ضربني انا سيرتيفيكا افضل سين جيرا سي جو انا عندي سيرتيفيكا ميم جو شكون يضرب خوه دخل لي في راسي هذا في القانون الدم اللي كان في عينه هو حاب يدير هذا الشيء غرق الناس ولكن انت واش تربح كي تتهم زوجتك بالخيانه ويجي موندي يقول لك اعطيني مليار يقول لك انا الشرف تاعي بمليار مليار هلا هو الشرف يحوس على الشرف يقول لك انا نجيبو له كان مليار هاي كاينه واش يقول له يعطيك واش يسموه مالك جوج مليون دار مليار هاي لك 400 مليون ها واش يربح كي يتهمك بالخيانه 200 مليون سمع من واحد جوج 400 مليون اما ديمونديال زبير واقعي هاوي مهدي انت مطلقها جامي لا لا دنيا فوضى لا دنيا فقط طلقت الثلاث الله اكبر ربي قسم الحلال انا طلقتنيش الحلال الان راهي موضه يعني لان اقسم لك بالله اقسم بالله اقسم بالله الله ما اقول شاهد غير تلقتني وبدي بالك راني في الحرام العام انا قلت لي دلع فيس هذا انت تلقتنيش انت علاش راك تهضر بالطريقه هذه اه باسكو انت تلقتنيش معليش قلت حاجه انا بينو بينو والله تلقتنيش انا يقول السيد هذا دار ودار وانا كنت في السيلون وكان برا انا عندي سيرتيفيكا يا اخي برا انا سيرتيفيكا ابريسيجور انا عندي لو ميم جور انا ما عندوش شكون اللي ضربك يا بيلي يعني هو ضرب روحه ربي سهل يعني ضرب روحه الناس ما عندهاش السيرتيفيكا تاعي هي كانت لو سان اصبر خليه يجاوب الله الضربه تاعي هذه صرات بالسبت في الليل عزوج تاع الصباح صرات بالسبت صرات بالجمعه في الليل تكذب هات هنا تكذب السبت في بالجمعه في الليل معناها كانت ضربه مع النهار هاي الاستاذ تهضر من جدو كارون كانت زوج تاع الصباح حب يقول زوج تاع الصباح هاي بدي سناب بدي سناب هو كان تحت الطابله هو يعرف واش من الوقت انت كنت في الخدمه يعني في هذه المسألة أنا في قرية أنا سهل عليك صح حل عليك شيخ صاحب طوال سيرية أعلم بالقاضي في كل, في كل في كل البرامج نقولوا كلمة أنت و مهدي ضحايا هذا السيد أنا ضحايا مني أنا ما يجبدنيش بيني وبين مرته الله يسهل عليك يعني كما كانش أنت كما كل واحد فيهم عاش حياته هذا حقيقة ولا لا؟ حلاني لحقتهم لأنك حب قلنا لحقتهم لأنك يعني في بالك أنت هذا هو اللي كان يجري مراك ويعيط لك ويحوس عليك هذا كيفاش علاش يجري مرا يحوس عليا كيفاش تحوس عليه او قلت لك اتصلتي به وبعثتي له ميساج قلت له حرام عليك سحقيت واش عليه ولكن الان راه في مشكله انت اللي خلقتي المشكله هذه حقيقه انا هي سبب طبعا شكون السبب وانا مانيش سبب واش قال لي هذا مانيش هذه المسائل تقع بين الازواج الغضب ولا اختلفتوا ما نشرحوا انا نهضروا على الخيانه والخيانه حبيت نسقسيك اللي تخون راجلها جيب عشيقها للدار اللي تخون راجلها ما خنتوش هذا 6 سنين خلينا نخونوا هذاك النهار 5 سنين وهي تخون فيا جامي دلا في اولها بداتني بالكذب صافي ما بديتهاش صافي هذا جامي دلا في وقفت معاها جامي دلا وقفت على جال وليدك اللي كان في كل شيء جامي دلا في لو كان جيت تحب ولادك ما تحرمهمش من يماهم وكان جيت تحب ما تحرمهمش من يما دراري انا كان جيت تحب ولادك جامي جافي وليدي اسمع قدامها وطفل راه مازالوا في الحياه ويقول امور والله غير مخلل الحاله جيب ان سيرتيفيكا تخب دي كومبورتمون تخب دي كومبورتمون انت اللي درتها له هذا الانسان يقول لهم هذا السي فلان سي
وهذه المره هذه تقول لهم هذاك خويا انا نروح نخدم من عند ونجي لها. انا نحكي مع الناس تما جوكوني بيرسون بيرسون تما انا نحكي مع الناس جيب ان سيرتيفيكات خرج دو كومبورتمون كي كوني بيرسون مي تو لو مونت كوني اه بون يعرفوني بالك بك نتايا يروحوا يسقسوا الناس انا نقول الشعب الجزائري كاع 40 مليون يحب يجي يسقسي عليا ويجي يسقسي على المراه هذه ويرجعني بالخبر. اذا التليفون جا من حجوز انا نسقسيك انت انا حبك تستخبر وتشوف كيف يتكلم. اعطينا وقت معك ما تخليناش نهضر. الله يسمح لي كلام كبير. انا كاتبني كاين بلي عكسه بيناتهم ولا داروني لامصو بيناتهم. اسمعني انا حابك تستغفر وتتوب وتندم على ما فعلت وتعزم على الا تعود لعل الله يني طريقك. قلت لك شيخ انا كنا على بالي بلي كاين صدقني التليفون نكسرو في هذاك مع لابيل ما نرسيش يعني المنطق كان يقول انك تتصلي بالاسعاف. حبيت نقول لك يا اختي واش عليه؟ التوبة لا تأتي إلا بخير. استغفري، أندمي على ما فعلتي، توبي إلى الله، أحسني بينك وبين الله. مانيش نقول أنك فعلتي، لا لا أنا مانيش نقول هذا، ولكن باش ربي يني طريقك، لأن إنسان يبقى ينكر 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 وأنتم راكم معترفين في محاضر الشرطة، وأنا مانيش قادر نقتنع بلي الشرطة يكرهوكم. حنا ماناش مع شرطة استعمارية هنا في بلادنا. الشرطة احنا يزيدوا كاع هذيك الحكاية ودخلت إلى البيت وأكلت الكسكس وشاهدت التلفزيون، الشرطة على يزيدوا الحكاية كلها. أسمعي دقيقة، أنت في الحصة هذه قدام ربي وعباده كي هي تجي تهضر تعنقها هكذا تسكتها. شنو عنقها؟ أنا شفتك بعيني. لا لا شيخ من عنقها؟ أنا شفتك بعيني. أنا أختي ما عنقها. تكذب فينا؟ دي لها هكذا. هذه مرأة أجنبية يعني كيف كيف تشدها هكذا؟ كيف تشدها الزنود هذا؟ كيف تشدها؟ هاي مرأة أجنبية يعني حرام عليك. هذه ناتها قدامنا، واش خاطر ندير عزوجتها علي المال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الحين فقط يعني هل ممكن حلول يعني لمصلحة الأبناء؟ هل ممكن حلول؟ أنتم متصارعين؟ أستاذ لا اللي فات فات اللي فات حلول. حبيت نسقسيك لي ما كي تجي تشوف ولادها وما يخليهاش يديهم يهربهم من الدار. كي يولي عشية يعاود يولي كي ندير نخرج انت عندك هذا بابان هذا والله العظيم والله العظيم والله العظيم راه هذه المرة هذه تبكي وتكذب ابو جاري الساحرة كبيرة الناس كاع يعرفوها راني بروقية ومازال ما سلكتش ها من الحاضر معليش انا نكذب يا اختي اذا ثبتت مسألة الطابلة كيما كيحب يربي ولادك ما شفتش ولادي حبيبي المعجزات معليش نزيد نقول بلي هذه المراه هذه هذا الانسان كانت تدي حتى الخدمه تاعها ودخلوا داخل البيرو طاحوا عليه داخل وقالوا له تيفي كانت مخبياته داخل البيرو وخرجت خدا في سده حتى حك لها الشاب دو سيرفيس تاعها تاعها حكموا داخل معاه وقالوا له تيفي كل المراه هذه ما جاميش تيفي هذا تيفي هذا تيفي هذا تيفي هذا تيفي هذا تيفي هذا تيفي انتم ما وصلتوش للطلاق مازالها زوجتك في القانون انا طلبت الطلاق يا ريت المسؤولين يسمعونا المواد من 339 341 مواد فاسده مواد غير صالحه مواد مظلومه سميها كما شئت سلكتوا به هذه المواد لانه لو تعدت القوانين مستقبلا حالات كما انتم مستحيل انكم تشوفوا النور الا بعد مرور اكثر من 3 سنوات. نسال الله السلامه. نسال الله السلامه. نعم ايمان انت واش تقولي؟ الان نرفع قضيه طلاق. ارفع والو. رفعتي قضيه انت نوري لحق هذه القضيه؟ في المداوله. بعد قضيه طلب الرجوع. درتي رجوع؟ يضربها وماشي متهلي في ولادك. ماشي متهلي في ولادك هو. ماشي متهلي في ولادك هو. علاش طلبتي الرجوع؟ ولي لداري ونولي لولادي. صح قلتي داير اهمال عائلي. ولي ينفق على ولي لداري ويتعاطى المخدرات. يتعاطى المخدرات الزطلة كنحطها في بواط كاس. شوف الغا شوف الزطلة تحطها في بواط كاس. وهذا كاع حبيتي تقولي لي نولي. ولكن تسمحي لي فقط انت تقولي باني مطلقة كيفاش حبيتي ترجعي له؟ الرجوع الى بيت الزوج صح انت قلتي مطلقة صافي 5 سنين. طلقني شهر طلقني. بلغتي لاصدقائك بانك مطلقة. كامل على بالهم. استاذ شيخ هذاك انا الدعوه اللي درتها له تاع الرجوع الى بيت زوجي خصني هنايا من المستحيلات الالاف ولا ما عندي ما نرجع اختي ماش نرجع انا يا مرا صالحه ولا مرا صالحه اللي تحكم انت صالح ما نرجعش اختي من المحال شوفي اختي يا لو كان يحكم الشرع
يقول لي يقول لي شوف اختي دوكا نهضر دوكا باش الناس تسمعني وبالك حتى المسؤولين يسمعوني. انا عييت مشروعات هذوما لانه الشروعات هذوما كاع في حقي انا وانا هو المظلوم الاول. مي بصح شروعات هذوما هما اللي غادي يربحوا فيها. انا نقول باللي خلاص عييت مشروعات بمعنى كيفاش نقول باللي حتى لو كان القاضي يحكم نعطي لها دينار في العام والثانيه تشوف ولادها والله العظيم ثلاث ما نعطيهم لها ونعرف نموت ونعرف نموت ما نمدلهاش ولادها تشوفهم وما نعطيلهاش دينار واحد. تولي تحت طائلة المتابعة القضائية بعدم تسليم طفل. شوف يا اختي كلش فيه ضرب ونقول باللي انا نشارع لو كان يتعاود يتحل الملف تاعي من داره وجديد راني هنا وإلا كنت ظالم راني هنا تاني. شكرا. كلمة أخيرة كلمة أخيرة هذه هي ديالك. ما عندي حتى كلمة. أنا ما يزيش يجبدني الله يسهل ما يجبدنيش بينك وبينك ترد معاه خصوص هذه القضية الشيخ ولا الأستاذ عندكم أنا نصيحة نصحوا مهما كان لابد ما يمنعش الأم من جعل الله عبدا فرق بين المرء وأمه والله يعني توالي الإمام أنت على أكثر من إمام قسم بالله أكثر من إمام لعن الله عبدا فرق بين المرء وأمه. شوف مع هذا الضرب به على ظهر وليدي يكبر ويعرف يمه وبنتي تكبر وتعرف يمه وبنتي يدخلوا لهم يماكم فيها يكبروا ويعرفوا يماهم ياك ولو الحضانة تكون قلت أنا ما أشوفهمش أنا بإذن الله نشوفهم. حبيت نقول أن ولو تكون الحضانة للأب لا يمنع الأم من زيارة أولادها. وصعب صعب جدا أنه يتعرض إنسان للظلم والأصعب الشيخ ربما توافقني الرأي أنه لما يلجأ إلى القانون يزيد ظلمه القانون ولا ينصفه. أين يذهب؟ أين يتجه؟ يعني يدخل في دوامة من الجنون. شكرا لكم مشاهدينا. إذن قضية مهدي وزوجته وعشيقها حضرنا كل أطراف وفي الختام نتوما لحين نتحكموا في هذه القضية. بعد هذا الفاصل لحين نوليو القضية المصرية اللي حضرت معنا الأسبوع